السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابناء الطلبه والطالبات ها قد تجدد موعدنا في اللقاء باذن الله لنواصل سلسله شرحنا لدروس علوم وبيئه ان شاء الله تعالى للصف الثاني عشر وها هي الايام تدرككم في الاواخر باذن الله فكلكم ان شاء الله تعالى عزيمه ونيه باذن الله حتى تحققوا المطلوب والمراد بعون من الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله ان شاء الله تعالى باذن الله في المرات الماضيه كنا ختمنا للغايه الفصل السادس ان شاء الله تعالى، اليوم راح نبدا في الفصل السابع بعون من الله سبحانه وتعالى في موضوع جديد متجدد وهو الطاقات المتجدده ان شاء الله تعالى فكونوا معنا باذن الله ان شاء الله نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. المخرجات التعليميه ان شاء الله تعالى المطلوبه منا في هذه الوحده او في هذا الفصل عذرا هي وصف الشمس باعتبارها المصدر الرئيسي للطاقه على كوكب الارض. وهذه طبعا الجميع تناوله ويعرفوا كثير من الطلبة الحين مر عليهم هذا الموضوع بأن مصدر الرئيسي لما نتكلم عن الطاقة فهي الشمس مصدر الرئيسي للطاقة هي الشمس طيب إن شاء الله تعالى أيضا من خلال هذه راح يتحقق كيف نعرف أن الشمس هي باعتبارها المصدر الرئيسي راح يتحقق من عن طريق وصف كيف تنحدر كل أنواع الطاقة الموجودة التي يستخدمها الإنسان من الشمس أساساً ايضا راح يجرى مقارنه نسبه الطاقه الشمسيه التي تكون رياح وتحرك دوره الماء مع نسبه صغيره منها التي تستقطب في عمليه تمثيل يعني الطالب اول كنا نقول له ان عمليه التمثيل الضوئي وتحدث بوجود الضوء ولا تحدث كم النسبه اللي تاخذ اصلا من هذه كم النسبه اللي تحدث في دوره الماء والجميع يعرف وش هي دوره الماء ذكرها على السريع طبعا دورة الماء لما قلنا ان الشعة تسقط على البحار والمحيطات تتبخر فتكون سحب فترزل فتنزل الامطار فتعود مرة هذه دورة دورة الماء أيضا تحرك الرياح لعلاقة علاقة بالطاقة الشمسية راح نتكلم عن تسقطب وباعتبارها أيضا طاقة كيميائية كامنة أيضا شرح حرارة التفاعل وكيف تؤدي إلى التنبؤ بحرارة الاحتراق باستخدام حرارة التكوين القياسية باستخدام حرارة التكوين القياسية اللي هي طبعا كمعادلة معروفة دلتا اتش قياسية ما مواد ناتجة ناقص المواد المتفاعلة أو مجموع المواد الناتجة ناقص مجموع المواد المتفاعلة أيضا راح نصف تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال متجددة وإلى أشكال طاقة غير متجددة ونسمع هذا المصطلح كثير وبنتعرف عليه إن شاء الله وصف الوظائف اللي تؤديها تقنيات الطاقة المتجددة وتقييم ايجابياتها وسلبياتها كذلك اجراء مقارنه بين محطات الطاقه التي تعمل بالفحم التقليدي ومحطات الطاقه المائيه ثم تقييم الاثار البيئيه والاقتصاديه لتقنيات تحول الطاقه مثل الوقود الاحفوري والطاقه المائيه نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الطاقة الشمسية أولا الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي لكل الطاقات خلف بالك عزيزي الطالب والطالبه هذه العباره مهمه جدا دائما الطاقه الشمسيه هي المصدر الرئيسي لكل الطاقات الموجوده على سطح الارض طيب اذا الشمس مثل ما ذكرنا قبل شوي الشمس هي اللي تعطي طاقة الكتلة الحيوية وأتكلمنا عن حتى سبق وتكلمت عن الكتلة الحيوية وكيف تنتقل من مجال إلى مجال خطوها حتى في الحادي عشر تناولتوها كذلك الشمس هي المسؤولة عن الطاقة المائية وراح نتكلم عنها وكيف هي المصدر الأساسي مالها وكذلك الطاقة الهوائية طاقة حركة الرياح الطاقة الهوائية راح نتكلم عنها بإذن الله طيب الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية أه... توزيع الطاقة الشمسية كيف يتم توزيع نحن نعرف ان الشمس عند شروقها مثل ما نقول الوقت وصولها تصل اشعه الشمس، كيف يتم توزيع هذه الطاقه الشمسيه؟ كيف او ما هي النسب؟ من خلال الرسم الموجود امامكم يوضح لكم بالضبط كيف يتم توزيع الطاقه الشمسيه. اول حاجه يمتص من قبل او يمتص من قبل طبقه الاتموسفير. كم النسبه؟ طبعا على الألوان نلاحظ وجود كل لون عليه نسبة معينة تعكس الأشعة من قبل الأتموسفير وطبقة الغلاف الأرضي زين يمتص من قبل الغلاف الأرضي هذا ثم يستخدم في دورة الماء في دورة الماء 23% طبعا النسب مثل ما قلنا 20% 34% 22% 23% يسير الهواء يستخدم في عمليه قبل يستخدم في عمليه التمثيل الضوئي ها 0.0% هذا اللي يستخدم فقط ها فقط لعمليه التمثيل الضوئي والجميع يعني كان يعرفوا ايش عمليه التمثيل الضوئي 1% هو يسير الهواء والماء 1% هو يسير الهواء والماء اذا هذا التوزيع مال الطاقه الشمسيه او شيء كيف تتوزع الطاقة هذه لما تصل الى الارض كيف تتوزع اذا هذه المستويات اللي تتوزع فيها طيب الطاقه الشمسيه معظم دول العالم تستخدم الوقود الاحفوري طبعا عرفنا وش هو الوقود الاحفوري مر عليكم الوقود الاحفوري للحصول على الطاقه اللي تكونت فيها بفعل التمثيل الضوئي حيث تستخدم النباتات وهذه النسبه قبل شويه عرفناها في التوزيع الطاقه الشمسيه 0.02% من الطاقه الشمسيه في عمليه التمثيل الضوئي طيب وفق المعادله اللي امامكم طبعا هي معادله التمثيل الضوئي وجود ثاني اكسيد الكربون مكوناتها وجود ثاني اكسيد الكربون مع الماء مع الطاقه الشمسيه يعطينا الاكسجين مع الجلوكوز والطاقه كما تعلم سابقا اذا الطاقه وهذا مفهوم ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم وانما تتحول من صوره الى اخرى وهذا مبدا حفظ الطاقه وهذا المبدا مبدا حفظ الطاقه مبدا حفظ الطاقه اساسا وهذا سبق الطالب تناوله واخذه مبدا حفظ الطاقه طيب الان يمكن حساب الطاقه الحراريه المنطلقه او الممتصه الناتجه من التفاعلات الكيميائيه من خلال العلاقه التاليه هذه هذه العلاقه مهمه ابناء الطلب والطالبات ان نكون مركزين عليها هي تقيس لي اساسا الطاقه الحراريه المنطلقه او الممتصه الناتجه من التفاعلات الكيميائيه اي تفاعل كيميائي من خلال العلاقه هذه دلتا اتش ار تساوي مجموعة مواد الناتجة دلتا اتش طاقة طبعا الاتش هي الطاقة هنا معناه زين ناقص مجموع مواد المتفاعلة اذا نشوف النواتج نطرح منه المواد المتفاعلة يعطيني الطاقة الحرارية المنطلقة من هذا التفاعل طيب من خلال هذه العلاقة إذن يمكن حساب الطاقة الحرارية المنطلقة من احتراق الوقود الحفوري في الظروف القياسية وهو درجة الضغط واحد أتم والحرارة 25 درجة سيليزية وتسمى حرارة التفاعل القياسية إذن حرارة التفاعل القياسية هذا المصطلح إذا كمعادلة نكتبها وتعود عليها الدلتا اتش والدلتا طبعا هي الفرق في الرياضيات أكيد تتناولوا هذا المصطلح يمكن دلتا فرق H القياسيه حراره التفاعل القياسيه طيب حراره التكوين القياسيه هي كميه الحراره المنطلقه او الممتصه من تكوين واحد مول من الماده من عناصرها الاوليه من عناصرها الاوليه طيب حراره التكوين القياسيه لبعض المواد راح نعطيكم بشكل قيم ثابته طبعا ما تتغير هذا القيم آه غاز الهيدروجين مثلا طبعا الحالة الفيزيائية ماله هو غاز حرارة التكوين القياسية ماله صفر ثاني أكسيد الكربون حالة الفيزيائية غاز سالب 393.5 هي حرارة التكوين القياسية ماله آه CH4 إذن هو غاز حرارة التكوين ماله سالب 75 ثابت كيلو جول طبعا على المول هي الوحدة لكل هذا واضحة أمامكم كيلو جول على المول وهناك العديد وهذا الكتاب طبعا موجود في الكتاب وقد يتبادر البعض يقول أستاذ طيب آه هذه هذا النسب بتجينا في الامتحان نعم تجيكم في الامتحانات كمعلومات تجيك أما في السؤال أما تجيك في ورقة لا آه لابد من ذكرها يعني لما يطلب منك وبنشوف بنتعرض بعد بعدين لبعض الأمثلة إن شاء الله تعالى اذا ايضا من الاشياء الشهيره الغاز الاكسجين حراره تكوين ماله صفر الماء كغاز هو بخار سالب 241.8 اما الماء كسائل 285.8 طيب راح نتعرف على البقيه بعدين ان شاء الله تعالى بعد من خلال الجدول السابق طبعا اللي هو موجود معكم في الكتب واللي اتمنى حتى كل واحد منكم الحين فاتح عليه ومخلين على الكتاب وحط قدامه ورقه وقلم ايضا. العلاقه موجوده وعرفها الطالب. طبعا هنا في العلاقه ظهرت ان وش هي ان؟ راح تقول لك ان هي تساوي عدد مولات الماده كما في المعادله الموزونه كما في المعادله الموزونه. مثال وهذا اهم شيء تطبيق مثلا نقول لك شيء ما يثبت الا بالتطبيق. التطبيق احسب حراره احتراق الجلوكوز وفق المعادله التاليه. هذه وهذه العمليه قد يقول البعض انها هذه يمكن تذكرنا بعمليه التنفس خلوي لان هنا العمليه التمثيل الغذائي تذكر قلنا ينتج اكسجين وجلوكوز في حاله احتراق الجلوكوز الطاقه في وجود الاكسجين هذا كتنفس مثلا هنا باقي باغ انك تحسب حراره احتراق الجلوكوز وفق المعادله هذه المعادله المعادله موزونه طبعا نتاكد اول شيء ان المعادله موزونه وهي في العاده تكون معادلات تعطى انت كما موزونه ما كثير المعادله الموزونه المقصود فيها ان عدد ذرات المواد المتفاعله يساوي عدد ذرات المواد الناتجه وهي يحقق مبدا حتى هذا طيب هنا كمثال ويركز الطالب وما يكون صعب ان شاء الله تعالى على كل طالب كيف نحسبها دلتا اتش تساوي نفس العلاقه اللي فوق ان مواد الناتجه دلتا اتش الناتجه ناقص ان مواد المتفاعله طيب الحين نحل وهنا تركزوا عند كل نقطه نركز وننتبه فيها اول حاجه نبدا طيب استاذ بتقول لي من هند القيم اللي جبتها انا اشوفك يعني هنا محط 300 فاصل مثل ما قلت لكم هذه القيم يما تعطى يما تعطى في الجدول اللي هي قبل شوي الجدول اللي امامكم كان سابقا هذا الجدول من هذا الجدول تاخذ القيم ما مطلوب حفظها انت ما تحفظها انت كطالب لا تحفظ هذه القيم ولكن راح تعطى اياها باذن الله طيب آه الحين اذا آه نبدا نحسب نلاحظ انه بدا يحسب الحراره القياسيه 6 ضرب سالب 393.5 من وين هذه جات وهيش هذا طبعا هني نرجع إلى المعادلة ستة، قلنا المواد الناتجة ناقص المواد المتفاعلة، المعادلة فيها طرفين، مواد متفاعلة، مواد ناتجة، بالتالي أنا أبدأ أشوف وين؟ المواد هنا ناتجة أول شيء أشوف المواد الناتجة، طيب ستة في الأكسيد عندي حي... جزئين، الجزء الأول ثاني أكسيد الكربون والجزء الثاني الماء. أشوف الحرارة القياسية مالهن كم؟ حرارة التكوين كم موجودة في الجدول؟ إما أنك تكون معطاي هنا أو معطاي في الجدول منهن. طبعًا حرارتهن 393.5 والآخر 205. طبعًا هي بالنسبة للماء السائل، أيضًا هنا نركز على نقطة أبناء الطلبة. ما نغفلها. الماء قد يخدعك بعض الأحيان يجيب لك في المسائل يكتب لك H2O، هذه شوف لاحظ أنك كاتب لك رمز ال. الليكويد اللي هي سائل لكن لو كتب لك الجي كغاز واحنا لاحظناها في الجدول قبل انها تختلف من الغاز الى السائل كبخار طيب نواصل اذا ستة هذه ثاني اكسيد الكربون الحراره القياسيه ضرب ستة في قيمته هذه ككل زائد ستة في الماء كسائل هذا الجزء الاول المواد الناتجة ناقص الخطوه الثانيه ناقص مجموع المواد المتفاعلة ليش حتى الصفر هنا زيرو كاتب ليش ها سريع فكر ليش لأنه شفنا حرارة مال الأكسجين أوتو كم صفر حرارة التكوين ماله صفر بالتالي أي شيء تضربه أصلا في هذا في صفر صفر في ذاك مباشرة صفر ننتقل إلى الجلوكوز الجلوكوز طبعا ماله ألف ألف وثلاثة وسبعين ثلاثة موجود أيضا معتهم في الجداول ياه. طيب اذا الحين عمليه فقط هنا طلعنا من هذا بقى عندك استخدام الاله الحاسبه وحساباتك فيها عمليه وهنا ننبه على نقطه الكثير من الاخطاء حقيقه اللي يشاهدها وهي استخدام الاقواس ضروري جدا في العمليات الحسابيه عشان ما تتداخل بعضها الضرب في القسمه في الجمع في الطرح فنستخدم الاقواس هو حتى مستخدمين لك اياها في الناتج النهائي يطلع لك 2028000 آه 2802.5 كيلو جول على المول كيلو جول على المول طيب اتمنى ان تكون فيها واضح وتحولات الطاقه الشمسيه اول شيء وش يحدث حق الطاقه الشمسيه من التحولات تحول كهروضوي تحويل الطاقة الشمسية مباشرة وهذا عامل صخب الحين في هذه الفترة فترة لما كنا نتكلم عن الفواتير الكهربائية وهذا وكيف ممكن نحن كدولة تتعرض كثير من الطاقة الشمسية يعني كثير من الشمس نحن بالذات في سلطنة عمان كيف ممكن نستفيد في ذلك؟ تحويل الطاقة إلى طاقة كهربائية من خلال استخدام الخلايا الشمسية وهي مكون ومكونه من طبقتين من مواد شبه موصله مثل السيليكون او الجرمانيوم مطعمه بكميات بسيطه من الكادميوم او الزرنيخ وهذا انتشر في هذه الفتره حتى فيديوهات وهذه اتمنى ان تكون واضحه معكم حتى. هني هذا مثال على خليه كهروضوئيه، هذا مثال على خليه كهرو ماذا يقصد بالخلية الكهروضوئية؟ الخلية الكهروضوئية هي أن الخلية هذه يسقط عليها الضوء ضوء مثل مثل ضوء الشمس هذا الضوء لما يسقط عليها تحرر لي الكترونات وهذه المواد اكثر شيء مثال عليها ها ما تنسوها السيليكون وجرمانيوم يوم تكون مطعمه طبعا هي مخلوط مع الكادميوم او الزرنيق هذه المعادن او هذه المواد اللي هي اشباه الموصله احنا تكلمنا حتى كنا يعني نتكلم عن عند الطلبه وتخضيتوا حتى في الفصل الماضي في الصف الحادي عشر في العلوم الانتقاليه لما تكون المواد مواد موصله، مواد غير عازله، مواد شبه موصله، المواد الشبه الموصله هي اللي يتم تطعيمها وعندها قابليه انها تنتزع منها الالكترونات، نفس الشيء هنا يتم عن طريق الفوتونات اللي قادمه من الطاقه الشمسيه انتزاع الالكترونات هذه الموجوده على السطح وانتزاعها هذه اساسا التيار وش هو؟ هو سيل من الالكترونات الحرة، اذا انا وجدت الكترونات حرة وبدأت تتحرك اذا وجدت تيار كهربائي بهذه الطريقة حولت الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، إلى طاقة كهربائية. طيب اذا هذه من اول تحويلات هو الطاقة الكهرو ضوئية ما ننساها، الطاقة الكهرو ضوئية وفكرتها بسيطة جدا، اشعة الشمس تسقط على سيليكون او جرمانيوم من المعادن مطعم بالزرنيخ ها، نذكرهن هذه الاشياء هذه يحرر لي الالكترونات من السطح هذا المعدن اذا تعرض او هذا اذا تعرضت لاشعه الشمس تتحرر منه الالكترونات اذا تحررت الالكترونات معناتها عندي دائره كهربائيه اصبحت تجمع في دائره كهربائيه وتنتج التحول الحراري تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارة، شوف لاحظ يوم نقول لك أن الطاقة الشمسية هي أساس كل الطاقات، فشوف تحويل أو التحويل الحراري، تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارة من خلال الأطباق الشمسية، ويمكن الاستفادة من هذه الحرارة في طبعا ان نستفيد نحول الطاقه الشمسيه الى حراره الشمس اساسا لما تجمع وتكون لحراره يمكن الاستفاده منها في التدفئه في التبريد تسخين مياه توليد الكهرباء كلها هذه التحويل الحراري وتعد السخانات الشمسيه من اشهر الامثله القائمه على هذا المبدا اذا لما نذكر التحويل الحراري نقول سخان شمسي مباشره الطاقة المتجددة أو البديلة الطاقة الكهرومائية الطاقة الكهرومائية الطاقة مائية. تنشئ الطاقة المائية من طاقة تدفق المياه أو سقوطها في حالة الشلالات أو من تصادم الأمواج 20 بيئة من دول العالم تستخدم الطاقة المائية لتوليد الكهرباء هنا نركز قد يكون يمكن إحنا عندنا في السلطنة يعني يعني ندرة المياه شوية قليلة لذلك ما تكون ظاهر ولكن بعض المشاريع قائمة الحين على هذه وحسب ما ورد يعني سمعنا انه مثلا سد وادي ضيق الموجود في السلطنه قائم على هذه الفكره تجميع البحيرات ويعمل ممكن في توليد التيار الكهربائي. لكن هناك دول كبيرة مثل مصر الشقيقة على سبيل المثال تعتمد في السدود الضخمة السد العالي لإنتاج تيارات كهربائية كبيرة جدا جدا فعشرين بالمئة من دول العالم تستخدم الطاقة المائية لتوليد الكهرباء طبعاً كيف يتم عن طريق الرسم اللي امامنا عمليه بسيطه يتم تخزين المياه في سدود عن طريق السدود معينه افراج عنها بكميات محدده معلومه بالضبط فيها تنزل من ارتفاعات عاليه الى لذلك السدود هي الافضل دائما تكون في الاعلى لتحصر هذه البحيرات تكوين هذه البحيرات المائيه تنزل لما تنزل تنزل على مولد اللي هو فيه توربينات محركات هذا التوربين راح يعمل تحرك يولد لي تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي يتم تحويله لمحول كهربائي، هذه كيف نبسطها؟ سهله. نحن نلاحظ ان فتره من الفترات الدراجات الهوائيه قالوا لابد من وجود اضاءه فيها، طيب احنا ما عندنا مصدر لي على اساس ان نركب فيها، ما عندنا مصادر كهرباء نحول وغيره، فكانوا يشتروا الدينامو صغير يعمل على الاطار. هو يتحرك يولد لي تيار كهربائي يضيع المصباح بصورة هي نفس الفكرة البسيطة يعني هذا بأبسط ما يمكن أن هذا الماء القوي اللي نازل واللي يمكن حتى ترى تكرارية الجميل فيه أنه يمكن تكرار الماء القوي راح يحرك التوربينات هذه هذه الحركة راح تولد لي تيار كهربائي طيب أنت طالب طبعا في العلوم بيئة ما طالب بالتفصيل كيف أدق وأدق طيب الطاقة الكهرومائية مميزات هذه الطاقة اللي تعرضنا لها قبل شوية أول حاجة أول مميزاتها مالها هي طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة أساسا تنتج من المياه شفنا تجميع بحيرات عمل سدود نزول الطاقات فهي طاقة غير ملوثة للبيئة إطلاقا اثنين لا تنضب فهي من الطاقات المتجددة من الطاقات المتجددة لانه ممكن حتى اعاده استخدامها مثل ما ذكرت. طاقه الكتله الحيويه، طاقه الكتله الحيويه. طبعا تستمد من الطاقه الحيويه العضويه المخزنه في اجزاء النباتات، طبعا الكتله الحيويه خضيتها في صف الحادي عشر، تكلمنا عنها كثير. من اجزاء النباتات وعند حرق هذه الاجزاء نحصل على الطاقه بشكل مباشر ويمكن تحويلها الى وقود سائل او غاز الميثان عند تحلل النفايات، غاز الميثان. طرق تحويل الطاقة الكتلة الحيوية كيف ممكن نحصل على هذه الكتلة الحيوية الاحتراق البسيط وهذا لما ننتج حرق النباتات بصورة مباشرة للحصول على الطاقة للتدفئة وفي الوقت الحاضر تقوم دول دول بحرق مخلفات المحاصيل الزراعية للحصول على الطاقة البخارية وكانت حتى القطارات بخارية تكلمت نحن عديها بفترات من الفترات التحولات الكيميائية الحيوية تستخدم هذه الطريقة لتحويل المواد الحيوية إلى مركبات كيميائية مخزنة للطاقة مثل الإيثانول الناتج من سكر الجلوكوز. طبعا عندي سكر الجلوكوز عدة تحولات تفاعلات ينتج لي الإيثانول وهذه وطاقة مع غاز ثاني أكسيد الكربون مع غاز ثاني أكسيد الكربون. التوربينات الهوائية ونحن في هذا الموضوع إذا مباشرة يخطر في بالك أن سلطنة عمان بدأت هذا المشروع في محافظة ظفار بدأ موضوع التوربينات الهوائية حتى لزوار صلالة يمكن أنهم نشاهد هذه التوربينات تستخدم طاقة الرياح لتدوير توربينات ضخمة توضع في أماكن مرتفعة طبعا هذه هذه الطاقة وهذه تعتمد على وجود الرياح إذا شيء رياح لذلك نحن الحين يتبادر في ذهنك ليش حطيناها في محافظة الضفار مثلا لتعرضها للرياح الموسمية توضع طبعا في أماكن مرتفعة حيث تزيد قوة الرياح كلما ارتفعنا عن سطح الأرض عند دوران توربينات تنتقل الحركة إلى ملفات توليد الكهرباء وهكذا تتحول طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية تتحرك عن طريق التوربينات يولد لي طاقة كهربائية مثال عليها طبعا هذا الموجود عليها هواء ودائما مثل ما قلنا التوربينات وين توضع؟ توضع في اماكن مرتفعه في مكانات فيها قوه رياح واضح؟ لذلك ما تصلح لكل مكانات الطاقه الهوائيه او طاقه الرياح اذا الهواء يحرك التوربين هذا المولد اذرع التوربين ينتج لي طاقه كهربائيه طبعا البرج اللي تعمل فيه الوقود الهيدروجيني نوع اخر كلها هذه الى الان نحن كيف تتحول الطاقات الشمسيه وكيف تتواجد اساسا حتى شفتوا قبل شوي الكتله الحيويه اساسا المخزنه هي طريقه العمليات التمثيل الضوئي اللي تمت الوقود الهيدروجيني يعتبر الوقود الهيدروجيني غاز الهيدروجين احد اهم مصادر الطاقه المتجدده ومصدرا مثاليا للطاقه حيث لا ينتج اي انبعاثات ضاره للبيئه كما في المعادله ما ينتج اي انبعاثات ضاره للبيئه طبعا هذا عندي هواء زائد هيدروجين يعطيني طاقة زائد هواء زائد بخار الماء طاقة زائد هواء زائد بخار الماء تستخدم خلايا طبعا اذا الهيدروجين مع الهواء. هذه تستخدم خلايا الوقود الهيدروجيني في مركبات مركبات الفضاء وهذه الخلايا تستخدم الهيدروجين والاكسجين لتكوين الماء طبعا نعرف ان الماء اساسا هو جزيئه الماء H2O فاساسا الماء متكون من هيدروجين ذرتين هيدروجين واكسجين فتستخدم هذه الخلايا الوقود الهيدروجيني في مركبات الفضاء ترشيف مركبات الفضاء تكوين الماء وفق المعادله اللي امامنا وفق المعادله اللي امامنا ظاهره آه هذه طبعا هنا كيف يتم تكوين الوقود الهيدروجيني عندي آه دخول لغاز الاكسجين ودخول لغاز الهيدروجين هذه خروج بخار الماء وغاز الهيدروجين خروج غاز ثاني اكسجين خروج الغاز طبعا بعد ما يتم هذا في المركبات الفضائيه اكثر مميزات الوقود الهيدروجيني بعد شوي قبل ما استعرضنا اذا معناته في مميزات هو طاقه نظيفه متجدده له استخدامات واسعه كفاءتها عاليه تصل الى 70% كالات تصل الى 70% طيب سلبيات الموجوده في الوقود الهيدروجيني عالي التكلفة، هذا أكبر سلبية من سلبياته، لذلك نحن نقول حتى في الفترات الماضية لما كان نقاشات نقول ليش الدول تعتمد على النفط مثلاً؟ النفط سهل الاستخراج، سهل التجميع، سهل الإنتاجية، لذلك لما لازم نقارنه بطاقة أخرى لازم يكون في تكافؤ، لابد أن يكون الطاقة البديلة تكون متكافئه معه من السهل استخراجها من السهل تجميعها من السهل انتاج منها طاقات صعوبة تخزين ونقل غاز الهيدروجين وهذه هي الإشكاليات السلبيات اللي خلت العالم اللي يرجع يعتمد على النفط وغيرها ولا يعتمد على الطاقة الهيدروجين الهيدروجين بسبب سلبيات هنتين وهو أولا تكلفته عالية جدا ثانيا صعوبة تخزين ونقل غاز الهيدروجين محطات الفحم التقليدي يستخدم الفحم لتوليد 40% من الكهرباء في العالم ويتميز عن النفط كونه يتواجد بكميات أكبر وتكلفة استخراجه أقل بكثير ولكنهم يشتهركان في كونهما يؤثران سلبا على البيئة النفط والفحم التقليدي من خلال الانبعاثات الناتجة من احتراقهم طبعا هذه بعض المحطات شوف عندنا الفحم لما يتم حرقه ينتج البخار الغازات الساخنة يتم تجميعها تبادل الحراري ثم نقلها هذه كلها هذا الرحله الى ان تصل الى هنا، طبعا بالتفاصيل مثل ما قلنا الحرق ينتج لي تجميعه، الات الاحتراق طبعا كانت مفتوحه ثم اصبحت مغلقه مثل ما قلت، يعني ممكن نشرح الفكره هنا في القطار البخاري، القطار البخاري هو عباره عن يعني مكان يتم فيه رمي الفحم يحرق حرق الفحم، حرق الفحم وش ينتج؟ بخار حرا يعني هذه الغازات اللي تنتج من الحرق ساخنه تجمع في اماكن معينه في القطارات في انابيب توصل بمحركات عشان تبدا تتحرك لان البخار نعرف انه يحرك التوربينات هذه نفس الكلام هنا هنا يحرق الفحم بوجود بدخول الهواء طبعا على ما يحدث هذا فبالتالي هذه العمليه تؤدي الى توليد الكهرباء. فوائد الطاقه وتكلفه انتاجها. الوقود الأحفوري هنا مقارنة طبعا بين الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية، بين الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية، الوقود الأحفوري طبعا يشمل النفط والفحم والغاز الطبيعي. الطاقة الشمسية معروف. أول شيء الوقود الأحفوري سهولة التحويل من حالة إلى أخرى، من السهل جدا تحويله. سهولة النقل والتوزيع والتخزين وهذا اللي قبل شوية أنا كنت أتذكر أقولكم، وهذه نقطة مهمة جدا، سهولة الحصول عليه. ثلاث نقاط مهمه في الوقود الحفوري خلت العالم يتجه إليه ويبتعد قليلا عن الطاقه الشمسيه ليش عاليه التكلفه صعوبه تخزين ونقلها نظيفه ومتجدده شوف هنا تؤثر على البيئه تؤثر على البيئه ممكن يعني نضيف تؤثر على البيئه بصوره سلبيه من خلال الانبعاثات اللي تحدث تؤثر على البيئه بصوره سلبيه أه بينما الطاقة لو وصلنا في مرحلة من, المفر... من المراحل أن الطاقة الشمسية أصبحت تكلفتها معقولة وأصبح يمكن تخزينها كان سهل يعني أنتوا لاحظوا أبنائي الطلبة والطالبات على أساس أني أنا أنتج أه يعني طاقة تكفي لمنزل مثلا أنا محتاج ألواح شمسية كثيرة ألواح شمسية كثيرة جدا عشان أنتج طاقة تكفي لمنزل بالتالي بينما ال... الوقود الحفوري يمكن تخزينه وتجميع طاقته كلها في اماكن بسيطه هذا اللي مخلي رجح الوقود الحفوري ترجح كفته طيب الان وصلنا الى موضوع التمرينات وهنا نركز على هذه المواضيع نركز فيها مهمه جدا يعني في نقطه قبل ما هذه في نقطه الفوائد هذه كثرها مقارنه يعني مهمه جدا لكم كمقارنه مهمه جدا بين الوقود الاحفوري والطاقه الشمسيه مهم جدا في هذه النقطه بس انبه على نقطه في هذه المقارنه ليش العالم يتجه الى الوقود الاحفوري ولا يتجه للطاقه الشمسيه في قادم الوقت ما نعلم ماذا سيحدث ولكن مثل ما قلت هناك اسئله كثيره تجي على هذه النقطه فهذه المقارنه من الجيد ان الطالب يكون يكتبها وتكون واضحه لديه وفاهم منها وكيف تعمل وكيف تنتج طيب نبدا في التمارين اللي هي مثل ما قلنا ماخوذه من مجموعه من الاسئله. اول حاجه احسب حراره احتراق، مثل ما قلت لكم الحين كل كل طالب عنده ورقه وقلم ويبدا يعمل معنا. زين لأن لانه مهم جدا هذا الموضوع كيف تحسب حراره الاحتراق، مهم اذا ما عرفتها اشكاليه فيها كبيره جدا جدا، لان موضوعنا هو هذا اهم نقطه، مخرجاتنا اذا فيه. طيب احسب حراره احتراق مول واحد من غاز البيوتان الذي يستخدم في ولاعة إشعال الغاز كما في المعادلة الآتية عندي المعادلة وباغي أحسب حرارة الاحتراق، للأسف الشديد بعض الطلاب مباشرة بسرعة 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 حط القانون دلتا اتش وبدأ يحسب ما ركز على الكلمات، لا أبنائي الطلبة نكون مركزين جدا على بعض الكلمات، مركزين مهم جدا، نلاحظ أنه هنا وش قال لي؟ احسب حرارة احتراق مو الواحد مو الواحد من غاز البيوتان، قال لي مو الواحد ها فما للأسف الشديد نواجه أن طالب عارف لكن حل إنها خطا بسبب الاستعجال. وش يعني مول واحد؟ انا اجي اشوف اصلا المعادله عندي غاز الميثان البيوتان عذرا آه غاز البيوتان زائد الاكسجين ثاني اكسيد الكربون والماء. ماذا يقصد مول واحد؟ المول الواحد هو الرقم اللي قدام المول او عدد المولات هي الارقام اللي قدام العنصر المركب. فهني كم مول معي؟ مولين. في المعادلة هنا كم مول معي؟ مولين، إذا بما انه هو طالب مول واحد أول خطواتي قبل ما أضع معادلات وقبل ما مركز. كون مركز ومنتبه على هذه النقطة، أول خطواتي هي إني أحول هذه إلى مول واحد، كيف بحوله إلى مول واحد؟ عن طريق القسمة على اثنين جميل لأن اثنين بتحول إلى مول واحد سي 4 اتش 10 سي 4 اتش 10 طالب يسويها عاد الطالب المنتبه سواها والامور طيبه خلاص في هذه الطريقه سواها قسم على اثنين بدا في الطريقه وانطلق وقعت في خطا اخر وهو وهو ما لما نقول ان نقسم على اثنين اذا كل المعادله لابد انها تقسم على اثنين ركز عند هذه النقطه كل المعادلة تقسم على اثنين ما أنا على لا بنقسم 13 على اثنين وبنقسم ثمانية على اثنين وبنقسم عشرة على اثنين كلها أرجو الانتباه بشدة في هذه النقطة إذا أول خطوة من خطواتي إني أساسا مول واحد لأنه هو حصرني حولت إذا حرارة الاحتراق في مول واحد ركز حولناها كلها قسمة لو ما ذكر هذا المصطلح وترك دخلت انا بدخل مباشره بدون هذه العمليه كلها، لكن يعني ما كنت بسوي هذه العمليه كلها لكن لأنه قال لي مول واحد لا انا مجبر اني اسوي هذا. طيب اذا الخطوه الاولى واضح الاحتساب فيها مول واحد لابد ان نعملها كامل كيف اصبحت كالمعادله هذه. معادله اصبحت بهذه الطريقه، مول واحد من غاز البيوتان مع 13 على 2 من الاكسجين ثاني اكسيد الكربون آه 8 ثمانية طبعا قسمناها على اثنين أربعة وعشرة قسمناها على اثنين خمسة من السائل الماء السائل نستخدم جدول حرارة التكوين القياسي لإيجاد حرارة طبعا مثل ما قلت سابقا أستاذ نحفظ هذه الأرقام لا هذه الأرقام بتجيك في الجداول أساسا موجودة لا بد من درجها في الامتحان أنت ما مطالب بحفظها طيب نبدأ نبدأ القانون أساسا نحن نذكر أنه عشان نحسب للحساب لحسابه هي المواد الناتجه ناقص المواد المتفاعله طيب الحين هو اعطاك ها قال لك البيوتان اعطاك واحده واحده ياها وهذا كذا بيسوي لك حتى في الامتحانات بهذه الطريقه يعطيك اياها واحده واحده ما شرط انه يجيبها لك في جدول لا يعطيك بهذه الطريقه عند الاربع عناصر لان مكوناتها واحده هنتين ثلاث اربع فاعطاك اعطاك البيوتان اعطاك الاكسجين اعطاك ثاني اكسيد الكربون اعطاك الماء الان نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في الحل شوف ذاك الكلام كل اللي قبله واللي سويناه كله هذا كان مقدمه لكن بدونه ما راح تمشي شيء فنكون مركزين يعني كلمه واحده فقط ذكر في الامتحان في السؤال مو الواحد غيرت المفهوم كلها بتسوي لك اشكاليه على المعادله كلها فلذلك تكون مركزين ابنائي الطلبه والطالبات مركزين في هذه النقطه طيب جميل نبدا في الحل الحل آه نحن قضيناها اساسا قلنا مواد مجموع المواد الناتجه زين الناتجة ناقص مجموع المواد المتفاعلة ناتجة ناقص المتفاعلة طيب جميل مجموع المواد ناتجة ناقص المواد المتفاعلة وش عندي المواد الناتجة؟ قلنا في المعادلات أبناء الطلبة الجزء الأول منها قبل السهم هي مواد متفاعلة والجزء اللي بعد السهم هي مواد ناتجة مواد ناتجة إذا مواد متفاعلة مواد ناتجة لابد من وجودها زين جميل إذا حنا عرفنا مواد ناتجة ناقص مواد متفاعلة نبدأ في المواد المت... الناتجة المواد الناتجة عندي ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون كم ذرة فيه أو كم مول عدد المولات أربعة اللي هو الإن أربعة ضرب الرقم ماله 393 بالسالب 0.5 جميل زائد لان احنا بنحصر المواد المت... مجموعها مجموع زائد الماء وارجع واقول لكم حذروا من الماء لانه قد يكون ليكويد وقد يكون غاز يعني سائل و... سائل او غاز هنا نلاحظ انه مسجل لي سائل هو مباشره لكن لو مثلا قلنا فرضنا انه كان عندك في جدول اعطاك البيانات ككل فنركز فيها لكن هنا هو عطنك اياها مباشره 285.8 كم مول منه الان هو خمسة حلو جميل هذه ناقص مجموع المواد المتفاعلة المواد المتفاعلة كم عا كم مية كم مول واحد فقط مية وخمسة وعشرين ستة بالسالب الأكسجين زيرو فراح تماما ما يبقى شيء فيها لأنها صفر خلاص كامل صفر نحسبها كم بالحسابة تجرى عملية الحسابة 2877.4 كيلو جول على المول 2877.4 كيلو جول على مول جميل اي ان حراره احتراق مول واحد من غاز البيوتان تساوي سالب 2877.4 كيلو جول اتمنى انها الطريقه واضحه لانه مهم جدا ان نكون فاهمينها اول شيء في السؤال ثاني شيء كيف عملناها خطوه خطوه الطالب يحاول فيها مره مرتين ثلاث حاول بنفسك وان شاء الله تعالى تصل الى الحل بالطريقه الصحيحه، مواد ناتجه، الطالب بس يعرف الاساسيات وهي ان اي معادله كيميائيه هي عباره عن مواد ناتجه، مواد متفاعله، طيب؟ زين. تمرين اخر يوضح الجدول الاتي: كثافه والسعه الحراريه لاربع مواد مختلفه متساويه الكتله. عندي هنا المواد وش هنا؟ جليد، جلسرين، كحول ايثيلي ماء اربع مواد كثافه مال كل واحده منهم قدامها وش المطلوب؟ تم تعريض هذه المواد للشمس ما الماده التي ستاخذ وقتا اطول حتى ترتفع درجه حراره حرارتها درجه مئويه واحده ما الماده التي ستاخذ وقتا اطول حتى ترتفع درجه حرارتها درجه مئويه واحده اي وحده فيهن كلهن ذلك كيف انا كي طالب اعرف وش الماده اللي تاخذ وقت اطول حتى ترتفع درجه حرارتها كيف بعرفها مو هي الاسس اللي انا اعرف فيها هنا يا ابناء الطلبه ركز على نقطه عشان ترتفع ما الماده اللي بتاخذ اطول وقت معناتها واحنا نركزها لديها سعه حراريه كبيره يعني تستطيع استيعاب كميات حرارة كبيرة هذه ممكن نشبه حتى في الحياة نقول لك إذا عندك صحن أو طبق في أو كأس خلنا كأس في مثلا على سبيل المثال هذا الكأس 20 ملي من الماء الكأس الثاني في 80 ملي من الماء من منهم اللي بيسخن أسرع اللي بيسخن ومن منهم اللي بياخذ وقت اطول؟ من انها الصوره وضحت معكم؟ بالتالي هنا واضح اللي له سعه حراريه كبيره هو اللي راح ياخذ اطول وقت ممكن، اطول وقت ممكن، طبعا واضح ان الماء هو لديه اكبر سعه، لذلك الاجابه بتكون ماء. الان ما الماده التي تخزن كميه اكبر من الطاقه الحراريه؟ هني وش هي الماده اللي تخزن اكبر كميه من الحراره؟ هنا ايضا سؤال ذكاء. بعض الطلاب يستعجل يعني في الاجابات لا كيف كيف انا اعرف اصلا هذه الماده اللي تخزن أك كميه اكبر من الطاقه الحراريه وش هي على اساس اني اعرف هذه الماده اللي هي تخزن لي اكبر كميه من الطاقه الحراريه اساسا لابد ان يكون لديها وش سعه حراريه كبيره ماده لابد ايضا تكون لها سعه حراريه كبيره، كثافتها ما شوف لاحظ هو اعطاك الكثافه، لابد انه يكون سعتها الحراريه ما دام استوعبت اخذت وقت طويل بالتالي يكون تخزينها اكبر، اذا هي نفس الاجابه ما. طيب الان هنا نركز ندرس الشكل المقابل جيدا. ادرسوا الشكل وهذا في التحولات الطاقة كثير تجي ما يفضل من امتحان ما يجي معنا في لابد منه ادرس الشكل المقابل ثم اجب عن الاسئله عندي الشكل المقابل موجود فيه مطلوب مني طبعا انا وش الاحظ في الشكل اول ما اركز انا كطالب طلبه نلاحظ ان الشكل مكتوب لي محيط وهذه عندي تمثيل لشمس وعندي هنا نقول سحب جبل توربين ايش هذه وش اللي يحدث او كيف اللي تحدث هنا يبقى اول شيء اسم العمليه اللي تحدث عند الرقم واحد واثنين عند الرقم واحد واثنين وهنا اتوقع ان الطالب عليه عمليه سهله شمس آه في على محيط وش اللي يحدث أتوقع ان الاجابه وصلت الى هذا رقم اثنين بعد ما تحدث رقم واحد اذا اول حاجه هي تبخر يحدث تبخر رقم اثنين ماذا يحدث بعد التبخر ها؟ نستذكرها هي دورة الماء هنا يحدث تكثف رقم اثنين يحدث تكثف لأن اساسا هي اللي راح تنتج لي السحب طيب الموضع ثلاثة إلى أربعة من ثلاثة إلى أربعة وش نوع التحولات الطاقة اللي فيه؟ والموضع من أربعة إلى خمسة وش نوع التحولات الطاقة اللي فيه؟ سهل ركز بس هنا مطر سقطت امطار زين هذه الامطار نلاحظ الجبل شوف ها كيف هو يختبرك الجبل كيف شكله سقط بهذه الطريقه بيدخل على توربين بيدور وش الطاقه هنا وش بتتحرك وش تتحول وش نوع تحولات الطاقه طبعا من ثلاثه الى اربعه طاقه طاقه وضع موجوده في الماء الى طاقه حركه الى طاقه حركة ومن أربعة إلى خمسة في التوربين لما ينتج التوربين من طاقة حركة بدأ التوربين يدور شوف المطر نزل المطر كان داخله طاقة كامنة هذا الطاقة الكامنة تحولت إلى طاقة حركة نتيجة سقوطه من أعالي الجبال هذا طاقة الحركة حركة التوربينات التوربينات وجدت لي طاقة كهربائية وجدت لي طاقة كهربائية طيب اذكر سلبيه لهذا النوع من انواع الطاقه قبل ما نجاوبها حتى من هذه اذكر لي سلبيه من سلبيات نوع الطاقه هذه الطاقه طبعا من السلبيات العديده اللي هي التوربينات مكلفه عند انشائها على الجبال في هذه المناطق تراها ما تكون سهله ابدا فالتكلفه ومثل ما نلاحظ ان التكلفه عنصر التكلفه عنصر مهم جدا حتى في الطاقه الشمسيه اللي قبل شويه تكلمنا عنها قلنا بان الطاقه الشمسيه تكون فيها عنصر التكلفه يكون مرتفع بالتالي تكون في اشكاليات طيب سؤال اخر او تمارين اخر من ايجابيات طاقه الرياح مالها وش فيها وش ايجابيات طاقة الرياح؟ هل متغيرة شدة حرة وغير محددة تحتاج معدات تخزين تؤثر على موجات ايجابيات. ها؟ وشها؟ انها حرة وغير محددة، ايجابياتها حرة وغير محددة، طبعاً آه هذه سلبية انها تحتاج معدات تخزين وان هذه. يوضح الجدول الاتي مواصفات اربع محطات كهربائية تم انشائها على سدود مختلفة، اي المحطات تنتج اعلى طاقة كهربائية؟ عندي اربع سدود ارتفاع السد لما كان 100 متر 100 200 200 اربع سدود معدل تدفق الماء عندي 600 100 600 100 يوضح الجدول مواصفات اربع محطات تم انشاء عدد السدود اي المحطات تنتج اعلى طاقه كهربائيه برايكم ولماذا اعلى طاقه كهربائيه ولماذا طبعا الارتفاع نلاحظ قبل قبل شويه انا لما كلمتكم كل ما كان الارتفاع كبير كل ما كان هبوط الماء تحول الطاقة الحرارية الحركية هذه معدل تدفق الماء شيء طبيعي له دور كبير جدا يعني لو كان الارتفاع موجود ولكن كمية الماء اللي تتدفق كمية بسيطة جدا أنت ما سويت شيء فلذلك تعمل البحيرات فوق تعمل البحيرات تعمل هذا الهدف منها هذه فإذا هنا نركز إنه هنا في علاقتين بين الارتفاع وبين معدل تدفق الماء فهي الافضل الافضل اللي تم انشاء هي المحت... تنتج اعلى شيء اللي يكون فيها كميه تدفق مياه كبيره وارتفاعها مرتفع ارتفاع عالي جدا بهذا ابناء الطلبه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نختم ان شاء الله تعالى موضوعنا اليوم نتمنى منكم باذن الله مواصله المشوار والاجتهاد ان شاء الله تعالى في نهايه موضوعي فقط الخص لكم موضوع مهم جدا في موضوع تعود عزيز الطلب والطالبه تعود على موضوع كتابه المعادلات معادله المواد الناتجه والمواد المتفاعله من الجيد انك تكون تتعود عليها دائما تعود عليها على اساس انك تظهر لك المواد الناتجه والمواد المتفاعله وحل عليها تمارين تمارين متوفره كثير جدا فحل عليها نتمنى لكم ان شاء الله تعالى التوفيق بعون من الله سبحانه وتعالى وفي قادم الوقت ان شاء الله تعالى لنا لقاءات متجدده بعون من الله فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونتمنى لكم ان شاء الله تعالى التوفيق السلام عليكم